هاني ان المنتخب الوطني المغربي على هذه النتيجه هذه، وان شاء الله في ستاد دونور في الدار البيضاء غادي نكون تكون النتيجه احسن. كما كتشوفوا تفرجنا المنتخب المغربي، الصراحه هذه المباراه كانت شويه ناقصه، وكنتمنوا من اللي يجيو من المغرب يقدموا لنا شي فوز زايد اللي يفرح المغاربه، وخلينا نتفرجوا فيهم والله يوفقهم ان شاء الله يتفرجوا فيهم في كاس العالم. التعادل مزيان للمغرب، فرق الوطني مزيان التعادل، وحنا دابا راه درنا واحد الرجل الاولى في كاس العالم، ولكن ان شاء الله بجد الله فين يكون في مدينه الدار البيضاء ان شاء الله بكم واحد الخميس، راه ان شاء الله غادي يكون الجمهور ويكون الدعم من اي حاجه، وراه ان شاء الله غادي يكون خير، وغادي ان شاء الله نتاهلوا دابا درنا الرجل الاولى. وبالنسبه للمقابله ديال اليوم كانوا فيها شي كان فيها بزاف ديال الاغلاط، ولكن الحمد لله جبنا التعادل. كنتمنوا ان شاء الله الخير في الروتور، وغنقطعوا ورقه وغنمشيو للتيران وغنشجعوا المنتخب وغنربحوا ان شاء الله وغيكون الخير وديما المغرب. وتنتمنى في المركب محمد الخامس يتعاون مع الجمهور، وان شاء الله يكون رباح رباح رباح. نتمنوا ان شاء الله للمنتخب المغربي مسيره موفقه، ونتمنوا له ان شاء الله نشوفه ان شاء الله في المونديال وفي الروتور يكون الكل فوز ان شاء الله. اليوم المباراه كانت حقا شويه صعيبه، شويه في الاول ضيعوا هذيك الشوط الاول، والحمد لله فرحونا في الاخر بعد قلت التعادل احسن من والو، ولكن نتمنوا في 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 الروتور ان شاء الله المنتخب يكون في المستوى ويجيب النتيجه ونتاهلوا للمونديال ديال قطر.